بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. المختبر الأول في درس الشرائح النسيجية العملي للفصل الدراسي الثاني. كالعادة قبل لا ندخل بالمحاضرة نحب ننوه على عدة أمور. مثل ما تعرفون الكورس الأول أخذنا 4 مختبرات، بعضكم المختبر الرابع يعني ما أخذوه، إن شاء الله راح يتم شرحه في وقت لاحق. خلي نستذكر المعلومات من الفصل الدراسي الأول وشو أخذنا بهذن 4 مختبرات. أخذنا في المحاضرة الأولى الهيستولوجيكال تكنيك، وأخذنا السيتولوجيكال تكنيك، وأيضا أخذنا طرق جمع العينات، إنه عندنا بايوبسي والأوتوبسي وشنو الفرق بيناتهم، وقلنا إنه إحنا شغلنا يبدي من البايوبسي أو الأوتوبسي وينتهي وين؟ ينتهي بالمايكروسكوب أو الدايجنوسيس. المحاضرة الثانية كانت عبارة عن المواد والأدوات المستخدمة في عملنا كشرائح نسيجية. المحاضرة الثالثة هي كانت عن الفيكسيشن. الفيكسيشن هو أولى خطوات المعالجة للنسيج لعمل الشرائح النسيجية. بعدها المختبر الرابع أخذنا الدهايدريشن التجفيف. خليني أستذكر المعلومات بصورة مبسطة جدا من الكورس الأول. الفيكسيشن أولى خطوات المعالجة، والفيكسيشن إنه أنا راح أتم فيكسيشن ومعناته التثبيت. التثبيت إنه أنا أريد أثبت النسيج بنفس الديتيلز والستركتشر الموجود كأنما هو حي، حتى أشوف التراكيب النسيجية الموجودة في هذا النسيج. شو استخدمنا؟ استخدمنا الفورمالين. أي شنو فائدة غير التثبيت، إنه غير إنه ثبت الديتيلز والستركتشر، إنه أمنع الأناليسيس اللي ممكن إنه يصير في النسيج، أيضا أمنع المايكرو أورجانيزم أو الجراثيم. بعدها انتقلنا للديهايدريشن. الديهايدريشن يعني شنو؟ الديهايدريشن هو عملية التجفيف. يعني تجفيف شنو؟ أريد أنزع جزيئات الماء من هذا النسيج. ليش؟ لأن هذا النسيج ماء، هذا جزيئات الماء ما تتلائم ويا البرافين واكس، شمع البرافين اللي راح يمر علينا بالخطوات التالية. شو استخدمنا؟ استخدمنا تراكيز مختلفة من كحول. أنا ما أريد أدخل بالمحاضرة، إن شاء الله راح نشرحها في وقت لاحق. بعدها وين رحنا للكليرنج. الكليرنج يعني شنو؟ يعني شنو أريد أوخر هذا الكحول اللي استخدمته بالدهايدريشن وأزيل أكبر قدر ممكن منه. شو استخدمت؟ استخدمت الزايلين. بعدها وين رحت الإنفلتريشن. ورا الإنفلتريشن راح أروح المن، أروح للإمبيدنج. الإمبيدنج هي عملية الطمر. وين طمر؟ يعني شنو؟ يعني أجيب هاي القطعة النسيجية اللي أخذتها وحطها في شمع البرافين. بعد شمع البرافين وين اروح؟ ورا الامبيدنج اروح للسكشننج، يعني راح شنو؟ راح اقطع هذه القطعه النسيجيه اللي بداخل الشمع، سميناها السكشننج، عمليه التقطيع. شو استخدمت بها؟ استخدمت جهاز مهم جدا اسمه المايكروتوم. اوكي، بعد ما صار عندي شرائح نسيجيه جدا بسيطه، وان شاء الله انا راح ارفق فيديو توضيح لكل هذه العمليات. بعدها راح انتقل للجزء الآخر اللي هو الستينينج، التصبيغ، وهو محاضرتنا لهذا اليوم. على بركة الله نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم. هي راح تكون مقدمة بسيطة جدا عن التصبيغ. بيجمنتيشن بروسس. البيجمنتيشن بروسس يعني شنو؟ عمليات التصبيغ. عندنا 4 حقائق عنها. الأولى هي إنه هي شنو؟ هي is a very crucial stage in microscopic preparation. يعني شنو؟ يعني هي عملية أو خطوة جدا مهمة في شنو؟ في عمل التحضيرات المجهرية. أيضا النقطة الثانية هي because without appropriate dyeing of the tissue it is difficult to distinguish its component. يعني شنو؟ لأن من غير التصبيغ المناسب للنسيج راح يكون هنالك صعوبة في التمييز بين مكونات هذا النسيج. أوكي؟ تمام. النقطة الأولى هي is a very crucial stage. هي خطوة أساسية ومهمة في شنو؟ في التحضيرات المجهرية. ليش؟
because without appropriate dyeing of the tissue. طبعا هاي هنا ممكن انه هذا يكون النقطة الأولى تكون سؤال إجابتها النقطة الثانية. Because without appropriate dyeing of the tissue من غير لأن من غير التصبيغ المناسب للنسيج شي يصير It is difficult to distinguish its components يعني شنو يعني راح يكون اكو صعوبة في التمييز بين مكونات هذا النسيج. الحقيقة الرابعة هي انه شنو Pigmentation process عمليات التصبيغ اشبيها increase the difference in the refractive index of the tissue and cell components which lead to their differentiation. تمام شنو يعني عمليات التصبيغ تزيد من الاختلاف في معامل الانكسار بين مكونات النسيج او الخلية. اوكي يعني انا من اسوي تصبيغ راح يسوي تغيير في معامل الانكسار بمكونات النسيج او الخلية وش يعطيني يؤدي لي لمن يؤدي لي الى هذا التمايز بين او هذا التمييز بين المكونات. تمام النقطة الرابعة This occur as a result of the difference in the tendency of some component of the cell or tissue for most dye. يعني شنو هذا الاختلاف في معامل الانكسار شبي ينتج لي عن من خلال اختلاف قابلية او تقبل بعض مكونات الخلية يعني انه هذا يتقبل للأصبغ انه هذا الجزء يتقبل للصبغ اكثر من هذا فيعطيني معامل انكسار اكثر فاني اشوفه اوضح من هذا او ان اشوفه هذا يختلف عن هذا. اوكي انه هذا الديتيلز مالته يختلف عن هذا. اعتقد هذن الاربعة نقاط واضحة اعيدهم باختصار. Pigmentation process عملية التصبيغ. اول نقطة انه هي خطوة جدا اساسية ومهمة في التحضيرات المجهرية. النقطة الثانية قلنا احنا او النقطة الاولى ممكن تكون سؤال للنقطة الثانية اجابتها النقطة الثانية. Because without appropriate dyeing of the tissue is difficult to distinguish its component. يعني راح يكون عندي لان من غير التصبيغ المناسب للنسيج راح يكون عندي صعوبة في التمييز بين مكونات هذا النسيج. النقطة الثالثة نقول انه عملية التصبيغ راح تزيد لي من الاختلاف في معامل الانكسار المن لأجزاء النسيج أو الخلية. بالتالي إيش راح ينتج لي؟ هذا منين ناتج لي؟ هذا بالتالي وش راح يسوي؟ which lead to their differentiation راح يقود لي المن للتمييز بين هذه الأجزاء. هذا منين ناتج؟ ناتج لي this occur as a result of the difference in the tendency of some component of the cell or tissue for most dye. Okay. ننتقل للجزء الآخر اللي يقول لي إنه there are two theories to explain tissue dye. أنا عندي نظريتين توضح لي أو تفسر لي التصبغ الأنسجة أو تصبغ النسيج. اللي هي شنو؟ chemical theory والnatural theory. chemical theory شنو يعني؟ يعني النظرية الكيميائية والنظرية الطبيعية. خلينا نشوف النظرية الكيميائية شو تقول. The dye is a chemical reaction. التصبيغ هو عملية تفاعل كيميائي. That depend اللي يعتمد on the formation of salt substance. يعني شنو؟ يعني هو عملية تفاعل كيميائي تعتمد على تكوين مواد ملحية بين كاتيون or the negative anion of the dye. شوف of the dye. تمام هاي شنو يعني؟ هي الصبغة هي تفاعل كيميائي يعتمد على تكوين مواد ملحية. هاي المواد الملحية وين؟ ها بين الجانب الأول. عندنا جانبين. الجانب الأول بالكاتيون والأنيون. كاتيون والأنيون شنو هذا؟ أوكي
الكاتيون هو عبارة عن بوزيتيف تشارج، إشارة موجبة، أوكي. والأنيون هو نيجاتيف، كاتبين هو نيجاتيف أنيون. هاي المن هذني بين الإشارة الموجبة والسالبة، المن للداين للصبغة، هذا الجانب الأول. and الجانب الثاني نروح له، between certain chemical groups in the cell or tissue. اوكي تمام. الجانب الاخر بين المجاميع الكيميائيه، علما للسيل او التشو، للخليه او النسيج. حلو، نجي هسه لغتنا الحلوه. عمي كيميكال ثيوري تقول انه هاي عمليه التصبيغ هي عباره عن تفاعلات كيميائيه تكون لي أملاح، مواد ملحية بين الأنيون والكاتيون. ذني اثنين عبارة عن شحنات موجبة وسالبة. شنو الفرق بين الكاتيون والأنيون؟ إن هذا الكاتيون والأنيون، إن هذا الكاتيون هو عبارة عن شحنة موجبة بها الإلكترون أكثر من البروتون، وهذيك بها بروتون أكثر من الإلكترون. هذني ما أريد أدخل بيهن. راح يكون بيها تفاعل بين الكاتيون والانيون، إشارة الموجبة والسالبة مال الصبغة من جهة، والمجاميع الكيميائية للأنسجة من جهة أخرى. هاي حتى تفهمها. على هذا الأساس قسمنا النسيج المن أسيدوفيلك أو بيزوفيلك، على أنه هذا النسيج قاعدي أو حامضي. هاي الكيميكال ثيوري. نروح للناتشرال ثيوري. الناتشرال ثيوري شنو هي؟ Pigmentation is carried out by natural means. التصبيغ يحدث كصورة طبيعية أو كنتيجة طبيعية بواسطة شنو؟ الأبزوربشن، الامتصاص. الأدزوربشن، أدزوربشن شنو؟ ذات ترجمة أنا أعرفه هو adsorption، يعني إذا هو أما يعني مو امتصاص، ذات ترجمة امتزاز. أنا ما يعني شفت بعض المعاجم يقول امتزاز. شنو الفرق بين absorption والadsorption؟ هنا تقريبا اثنين هن نفس الشيء، يعني الاختلاف بيناتهم absorption يصير يعني هو absorption يصير امتصاص للمادة، يعني مثلا تحط شغلة مادة طب جوا. الأد زوب شنو مدي؟ لا ادهير ات سيرفيس، يعني تتصل على السطح، اوكي، تلتصق على السطح. كابيلاريتي، كابيلاريتي شنو؟ كابيلاريتي يعني يصير عن طريق الكابيلاريتي الموجوده بالنسيج ويدخل. ديفيوجن، ديفيوجن انتشار، اند بنتريشن اختراق، اوكي. صنع عمل ناتشرال ثيوري انه نقول انه هي عمليه تجي من خلال عمليه طبيعيه، ابزوربشن امتصاص او ادزوربشن، كابلاريتي، ديفيوجن، بنتريشن، اوكي. بالوقت الحاضر the prevailing idea today is that dye result from both or both chemical and natural process، اوكي. بالوقت الحاضر انه الفكره السائده عندنا اليوم انه الداي شبيها تنتج عن طريق الكيميكال والناتشرال بروسس اثنينات، يعني هو يصير تفاعل ويصير امتصاص ويصير، اوكي تمام. ننتقل للجزء الاخر، اعتقد ان شاء الله تكون هاي مفهومه. الجزء الاخر هو الكلاسيفيكيشن اوف ستينز، تصنيف الاصباغ. ديفايدنج ذا دايز اكوردنج تو ذا دايز بي اتش كونستريشن، يعني شنو؟ قسم الأصباغ على الأساس تركيز الأس الهيدروجيني بي اتش. المن أولا basic stain when the dye is a container on colored organic base that combines with the acidic non-colored root of tissue such as for example safranin and hematoxylin. تمام.
شنو يعني؟ بيسك ستين هي عبارة عن الصبغة القاعدية، خش بيها. وذا داي عندما تكون الصبغة شبيهة تحتوي على جانب قاعدي عضوي، اوكي شبيه، ذات كومبينز يتحد وذ اسيدك، يتحد ويا جانب الحامضي الغير مصبغ. منين؟ من الروت اوف تيشو، من جذور التيشو، جذور النسيجيه. مثل ايش هذين الصبغات؟ سفرانين والهيماتوكسلين. اعيد، بيسك ستين هي عبارة عن صبغة قاعدية شبيهة، تكون من انه مثلا جزء، تكون من اكو جزء قاعدي عضوي من الصبغة يتحد ويا جزء حامضي من ما مصبغ من جذور النسيج داي. مثل ايش؟ سفرانين والهيماتوكسلين. حلو، النقطة الثانية اسيديك ستين. اسيديك ستين يعني شنو؟ حامضية، صبغة حامضية شبيهة هاي. Are those dye that contain organic acid root that combine with colorless metallic base for the tissue such as lycopene and eosin. تمام، اعيد. أسيديك ستين هي الصبغة القاعدية شبيهة، هاي الصبغة القاعدية من يكون عندي صبغة شبيهة حامضية عضوية تتحد ويا من؟ ويا النسيج القاعدي. انتو هسه لا تدخلون بالتفاصيل هاي الميتاليك، بعدين نروح انه المعدنية ليش معدنية وليش مدري شنو، هذي ما اريد ادوخكم بيها. اوكي، انت بس تعرف الاسيديك ستين يعني هي الصبغه حامضيه راح تتحد لي ويا من؟ ويا النسيج القاعدي. مثل ايش؟ مثل اللايت جرين والايوسين. اوكي تمام. النقطه الثالثه اللي هي شنو؟ ناتشرال ستينز، الصبغه الطبيعيه. which are composed of، او المتعادله، which are composed of acidic and basic dyes such as natural red. يعني هي هذه الصبغة الثالثة تحتوي لي على القاعدية والحامضية بنفس الوقت. مثل ايش؟ مثل natural red. اوكي natural red. تمام، اعتقد سهلة. The classification يقول لك صنف لي الاصباغ حسب الاصل بي اتش concentration. قال له basic stain, acidic stain, natural stain. اذا شويه ديتيلز شويه بعد وياها بريفلي شويه بصوره مختصره، بيسك ستين تقول له يا بس صبغه بيها الجزء قاعدي، هاي القاعديه صبغه قاعديه تتحد ويا الجزء الحامضي مال النسيج. مثل ايش؟ سفرانين هيماتوكسين. اسيديك ستين تقول له يا بس صبغه حامضيه تتحد ويا الجزء القاعدي مال النسيج. مثل ايش؟ مثل الايوزين او اللايت جرين. ناتشرال ستين هاي متعادله تحتوي على الاسيديك والبيز. مثل ايش؟ مثل الرايت ناتشرال رايت. ما اعتقد صعبة. الجزء الأخير من محاضرتنا هيماتوكسلين and eosin stain. Splitting the pigments according to tendency of the protoplasm but to pigment with them. اوكي يعني شنو؟ هيماتوكسلين واليوزين هذين النوعيتين من الأصباغ اللي جدا مشهورة. اوكي، تقسيم هاي الأصباغ راح يكون حسب التندنسي، التندنسي هي القابلية. أوكي، أو الميول. أوكي، هيج تقريبا تندنسي of the protoplasm. البروتوبلازم، أجزاء البروتوبلازم to pigment with them. يعني شنو؟ تقبل أجزاء البروتوبلازم للتصبغ ويا هاي الصبغة. مثلا نلقى صبغة أولا اسمها نيوكليار ستين، هاي شنو يعني من اسمها؟ Are those dyes that tend to dye the nucleus؟ يعني شنو؟ من اسمها تصبغ لي النواة. اثنين، cytoplasmic stain. Are those dyes that tend to dye the شنو؟ cytoplasm، يعني هذا النوع من الأصباغ شبيه شو يصبغ لي؟ يصبغ لي الجزء ال سيتوبلازم، يعني صبغة سيتوبلازمية ايش تصبغ؟ سيتوبلازم. صبغة مال نواة ايش تصبغ؟ تصبغ النواة. اعتقد الامر جدا جدا سهل. لهنا انتهت محاضرتنا، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.